زاهد الأمس بالسياسة المغامر اليوم في تفاصيلها بعد أن نجح في الإمساك بخيوط اللعبة عبر عدة مراحل بدأت بالتغلغل في جميع مؤسسات الدولة. إنه مقتدى الصدر الشخصية الأكثر انتهازية كما تصفه صحيفة لو أورينت الفرنسية بعد أن نسج خيوطه بالمؤسسات الحكومية منذ عام 2018 بالاستحواذ على المناصب المهمة. صحيفة لو أورينت تبين أن الصدر هيمن على الدولة العميقة وكان يعرف ماذا يفعل بالابتعاد عن المناصب الوزارية مقابل الاستحواذ على الدرجات الخاصة ليصل عدد الصدريين في المواقع الحكومية الحساسة إلى أكثر من 200 موقع حكومي، وكان أهمها أمانة مجلس الوزراء التي كانت تشرف على اتخاذ القرار بشأن التعيينات في الخدمة العامة. لكن الاستحواذ على كامل الحكومة وإبعاد الخصوم المفترضين ليس من أولويات الصدر كثير التقلبات في المواقف والآراء. والحديث هنا عن أحزاب الميليشيات التي لن تسلم الراية وتخرج صفر اليدين من الحلبة السياسية، وهذا ما سيدفع الصدر إلى التوافق معها على حكومة محاصصة جديدة كما تقول وكالة فرانس بريس. ويؤكد ما ذهبت إليه فرانس بريس ما كشفت عنه مصادر سياسية في بغداد أن نور المالكي يقوم بحراك واسع لتشكيل تحالف كبير يضم أكثر من 6 كتل سياسية للحصول على التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة من التيار الصدري، أي أن الصدر هذه المرة قد يكون هو رجل الظل ونور المالكي هو الواجهة. وبمعنى أدق، لن تخرج الحكومة الجديدة عن مسار العملية السياسية المحدد لها، ويبقى الجميع يدور في حلقة مغلقة تتسم بمبدأ المحاصصة والمنفعة الشخصية مع تبادل المواقع والأدوار للأحزاب النافذة.